والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يثر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذو الأوتاد الذين طغوا في البلاد فكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأمن الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن